فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، اهلا ومرحبا شيخي الكريم. اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد. متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وكان معي بعض الأسئلة شيخ الكريم من حلقة أمس مع فضيلتكم، بارك الله فيكم. أختنا تسأل عن حكم تغطية ظاهر القدمين في الصلاة، ولو هي ارتدت درعا وخمارا هل لابد أن ترتدي جوربا أو ساترا لقدميها، وهل الصلاة تبطل لو ظهر شيء من قدمها أو ظاهر القدم؟ شيخ الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الحنفية إلى عدم وجوب أن تغطي المرأة ظاهر قدميها، ولم يعتبر ظاهر القدمين من العورة لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. وبناء على هذا القول عند الحنفية، فصلاة المرأة سواء غطت ظاهر قدميها أو لم تغطه، صلاتها عند الحنفية صحيح. لكن القول الثاني وهو أرجح أقوال أهل العلم، ألا وهو قول جمهور الأئمة من الحنابلة والشافعية والمالكية، أن ظاهر القدمين من العورة وأنه يجب على المرأة أن تسترهما في الصلاة، سواء سترتهما بلباس الصلاة نفسه الدرع والخمار كان سابغا حتى يغطي ظهور القدمين، أو سواء كان الثياب كانت الثياب أقصر من أن تغطي ظاهر القدمين، فاستبدلت تغطيتهما بلبس ما يعرف بالجورب أو غير ذلك مما تستر به القدمين. فالشاهد أنه عند جمهور الأئمة من الحنابلة والمالكية والشافعية يجب على المرأة وجوبا أن تغطي ظاهر القدمين لأنهما من العورة، ولم يستثنوا من عورة المرأة في الصلاة ولا في خارج الصلاة إلا ما وقع عليه إجماعهم، ألا وهو الوجه والكفين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني هو موضوع يعني نسأل الله الهداية لنا جميعا، أصبح من عموم البلوى إلا من رحم ربنا عز وجل، مسألة إن أحد الزوجين لا يصلي. الأخت قالت امرأة زوجها لا يصلي وهي مجتهدة في الطاعة وفي نصحه أن يصلي. يا شيخ كريم، فهل تستمر معه أم لا؟ وعلى من يقع الإثم؟ هل لو الزوجة تصلي والزوج لا يصلي تناصحه أم لا والعكس؟ أسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذه المشكلة أعمق من مسألة أنه الآن لا يصلي، لأن الولي ولي البنت مسؤول مسؤولية كاملة أن يزوج ابنته من الإنسان الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، على الأقل أن يكون مصليا وأن يكون صاحب خلق حسن في التعامل مع الناس. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا ابتداء، لذلك ينصح الأولياء وتنصح البنت أيضا عند الاختيار أن تحسن أن تختار من ترتبط به في النكاح، وأن يحسن ذلك وليها أيضا حتى لا تجابه البنت فيما بعد بهذه المشكلة. وكذلك هو نفسه الزوج المتقدم للزواج أيضا يراعي عند اختياره أن يختار المرأة الصالحة التي وصفها النبي بقول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، حتى لا يجابه الزوج أو يتفاجأ بعد كده
أن البنت ليست معتادة على الصلاة وبالتالي ربما تصلي أو لا تصلي، أو يتفاجأ بأن البنت ليست معتادة على الحجاب الشرعي فربما تلبس الحجاب وربما تعاند معه كثيرا في مسألة لبس الحجاب. إذن المشكلة اللي بنواجهها الآن بين الزوجين أعمق وأسبق بكثير لو روعيت عند الاختيار الجيد سواء للولد أو للبنت على حد سواء. طيب الآن المشكلة حضرتك تذكر وتقول أن هذه مما عمت به البلوى، أنه نجد واحد من الزوجين لا يصلي، ماذا يفعل الطرف الثاني؟ الطرف الثاني عليه أن يجتهد في عدة أمور. أولا أن يجتهد في نصحه أو نصحها وإرشادها، وأن يتخير في ذلك الرفق واللين حتى لا يلام عند الله عز وجل بسبب عنف نصيحته أو عنف تذكرتها لزوجها. ثانيا أن يصبر على هذا صبرا كثيرا، لأن الله عز وجل أمرنا في القرآن كأولياء للنساء وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولم يقل واصبر عليها، اصطبر يعني بالغ في الصبر عليها، أكثر من الصبر عليها، لأن هذا عادة بعض النساء هدانا وهداهم الله. وكذلك في المقابل تجد المرأة من زوجها عدم اهتمام بالصلاة فبرضو تأمره بالصلاة وتصطبر عليه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. هي تستمر معه أو لا تستمر إن أبى أن يصلي شيخي كريم، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل يا فندم. كيفك عامل الشيخ؟ أهلا مرحبا الحمد لله، تفضل يا فندم. مين معايا؟ حضرتك معانا في أهل الذكر، تفضل يا فندم. أستاذ أحمد. أهلا مرحبا، الله يرضى عني. كل عام وأنت طيب. وحضرتك بخير والأمة جميعا، تفضلي يا أمي الله يرضى عنك ويحفظك. شر المرض يا رب يا ابن يا رب. مش عارف يا رب. اللهم أمين وإياك والمسلمين والمسلمات. يعني عايزه سؤال واحد يا عم الشيخ. اتفضل يا فندم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ان معي ابني طيب في حقي قوم، ابني طيب في حقي قوم يا عم الشيخ احمد. ما به ابني؟ ها ابني طيب قوي في حقي قوم. انا سامع الصوت بيقطع يا امي الله يرضى عنك. اطلع بره معلش يا سلاني، وليه كبيره برضه معلش. الله يديك الصحه والعافيه ويبارك في عمرك. ماله ابنك الله يبارك له؟ ابني ربنا يبارك له في عيالي يا رب وفي حياتي يا رب. امين يا رب العالمين. مش مخليني عايزه اي حاجه. وجاب المبروح اي مكان، ولا يجيب اكل لمرض وهو بعيد عني بشركه ثانيه بيجيب لي اللي انا عايزاه. ما شاء الله ربنا يبارك له يا رب. امين. ومرضه بتجيب لي ميه لو طول قاعده، ومش مخليني عايزه اي حاجه. ما شاء الله. بس انا بشكي منه ان هو مثلا ملموم على ناس انا زعلانه، وانا خايفه قلبي يغضب عليه مش عايزاه يغضب عليه. بس فاعمل معاه ايه؟ حاضر ربنا يهدهولك ويبارك لك فيه. هو طيب، هو هديه الرحمن ومش بوجود ايدي كل يوم. يا رب يبارك لك فيه، ادعي له يا امي بالهدايه، شيخنا يجيبك. حاضر حاضر. السلام عليكم. حد هيساعدني في قرش ادفعه حضرتك؟ السلام عليكم. فالله يخليك، يعني الشيخ شعبان الله يسترك ويستره، يعني فهمنا ان انا بفتح في كلامه. ان معلش يا فندم يسترك ربنا، هاتي السؤال من اول حاجه. هي بنتها واستحلتها، انا ما استحلش حاجه، انا ما اقبلش قرش حرام ابدا. انا بصلي الصلاه على الفرض وبكامل الليل والحمد لله، يعني ما بقبلش. السلام عليكم. وعليكم بدات الكلام فمش مفهوم الكلام. السلام عليكم، الله يبارك لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا. لو سمحت أسأل الشيخ سؤال. اتفضلي يا فندم. لو جوزي بيحلف يعني بالطلاق ومش بيكفر، يعني مثلا أو بيقول مثلا اللي هو اللهم صل على النبي الإلاء ده. يقول إيه؟ مثلا يقول أنت تحرم عليا، انت مش عارفه ايه، ويبقى عليه كفاره بس يعني مش بيكبر دماغه وبيكفر. يعني لما بيقول لك تحرمي عليا، بيقول لك تحرمي عليا زي امي واختي مثلا؟ ايوه جالها مره كده. وكتير بيقول عليا الطلاق، ولو رحت كذا تبقى طالق ومش عارف ايه، ويبقى في كفارات ومش بيكفر، انا عليا ذنب. حاضر. ربنا يهدينا جميعا في امان الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
طب نعود الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم، على من يقع الوزر؟ يعني مسألة الصلاة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الزوجة زوجها لا يصلي وهي تجاهده وتناصحه، فهل تستمر معه إن أبى ورفض بشدة، أو أبت ورفضت بشدة الصلاة؟ يعني قالت له أنا مش هصلي، أو لا أنا مش هصلي، أنا هفضل كده طول عمري وخليكي في حالك وأنا اللي هشيل الوزر مش أنتي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا إن وصلت الأمور إلى هذا الحد إنه رفض رفضا باتا مسألة أن يصلي، أو هي رفضت رفضا باتا مسألة أن تصلي مع النصح والتذكير والتلطف به أو بها والرفق وإلى آخره، وكثرة الدعاء له أو لها بظهر الغيب أن يصلح الله حالها وأن يحبب إليه أو إليها الصلاة والإيمان وغيرها من الطاعات، في هذه الحالة لابد أن يكون للزوجة ولوليها وقفة مع هذا الزوج. ليه؟ لأنه دي مسؤولية الولي، لأنه إحنا بنقول لو عند الاختيار، لو هو متقدم لها للخطبة وهو لا يصلي، فالواجب على الولي أن يراعي هذا الأمر وألا يختاره زوجا لابنته. طب هو الآن أصبح لا يصلي ومعاند ورفض رفضا باتا لمسألة الصلاة، إذا لابد من وقفة للبنت الزوجة ولوليها أيضا، إما أن يعود هذا الزوج إلى أن يصلي، وإما أن يكون للولي وللزوجة قرار آخر بعدم الاستمرار، إبراء لذمته الولي، يعني إبراء لذمة الولي وإبراء لذمة الزوجة أو للزوج أمام الله تبارك وتعالى، إذا فشلت كل الحلول الودية من النصح والإرشاد والتذكير بدل اليوم أيام وبدل الشهر شهور مع الدعاء وإلى آخره. ففي هذه الحال لابد أن يكون هناك قرار حاسم. ليه؟ لأن احنا بنقيس المسألة دي على إذا ما كان لسه هيتقدم ليها أو تتقدم له، يعني هو إذا رأها لا تصلي مش هياخدها، وهي إذا رأته من البداية لا يصلي، فلابد أن يكون لها قرار. ليه؟ لأنه تارك الصلاة على خطر عظيم جدا جدا عند الله تبارك وتعالى، ويكفي ما ورد فيه من أحاديث زاجرة زجرا شديدا. قول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فبالتالي هذا اللي أستحضره في هذه المسألة، حتى يكون هناك نوع من الزجر والحسم ما بين الزوجة التي لا تصلي والزوج الذي تعب معها حتى جاب أخره كما يقولون، أو ما بين الزوجة وزوجها الذي أتعبها جدا في أنه رافض رفضا باتا للصلاة. وإن كان أغلب الأزواج ليست من مسألة الرفض ولا العناد، أكثر منها مسألة تكاسل وتشاغل أو عدم إدراك لخطورة تركه للصلاة، فبعضهم لا يعرف أن ترك الصلاة من المكفرات عند كثير من أهل العلم، أو أنها من أعظم الكبائر وأبشعها وأخطرها عند الله عز وجل. فبالتالي هو لا يعرف هذه الأمور، في بعض الناس تجهل هذا الأمر، وإذا عرفه ربما يكون هذا معينا له على أن يتوب إلى الله عز وجل، أو أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا أختنا سألت أمس عن أنها في بيتها هناك شباك يطل على سطح الجيران، وبعض الجيران أو أحد الجيران يضع بعض الكلاب ويبدو فيه إهمال لهم، فما شاء الله جزاء الله خيرا تطعمهم، تعطيهم طعاما وشرابا وما شابه ذلك، لكن يبدو أن بعض الجيران الآخرين تضايقوا من هذا الأمر، لأن السطح ربما يتسخ، ويعني هم ينظفونه ثم يعود ويتسخ، فهي في حيرة من أمرها بين مضايقة الجيران وبين الرحمة بهذه الكائنات، جزاكم الله خير. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا جزاها الله عز وجل خيرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وفي كل كبد رطبة أجر. يعني الإنسان إذا أطعم أو سقى أي شيء من مخلوقات الله عز وجل، حتى ولو كان هذا الحيوان المستحقر عند عامة الناس ألا وهو الكلب، فإن له أجر عند الله تبارك وتعالى. ويكفي ما ورد فيه من حديث المرأة البغي من نساء بني إسرائيل التي سقت كلبا رأته يلهث من شدة العطش في حر الصحراء، يعني كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل شكر لها وأدخلها الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إطعام أختنا لهؤلاء الكلاب أعزكم الله يؤدي إلى مفسدة أخرى، ألا وهو
اتساخ سطح الجيران وتضايق الجيران ومشاكل معهم كل شوية كما يقولون. فلو استطاعت أختنا بارك الله فيها أن تضرب العصفورين بحجر واحد، يعني أن تصيب الخيرين معا، أن تنصح هؤلاء الجيران ملاك هؤلاء الكلاب أن يهتموا بهم وتبين لهم خطورة أن يتركوهم بلا طعام ولا شراب، لأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا انتصحوا بهذه النصيحة ووالوا كلابهم أو وضعوهم مثلا في غرفة خاصة أو في عشة فوق السطوح كما يقولون، حتى يكون المكان محدودا وليس بعامة السطح فيتسخ فيؤذي هذا بقية الجيران الآخرين، لو استطعت أن تفعل الأمرين، بمعنى نصح هؤلاء من ناحية وتأمين وتوفير غذاء هؤلاء الكلاب من ناحية أخرى فبها ونعمت. وإذا لم تستطع التوفيق بين الأمرين فهي تكل أمر هؤلاء الكلاب إلى من هم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل، ألا وهم ملاك هؤلاء الكلاب، فإن أصابوا منهم خيرا فبها ونعمت، وإن تركوهم هملا فلا شك أن عليهم أوزارهم بعد أن تنصح وأن تبين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا كان في اتصال من أخت أمس تسافر من محافظة إلى أخرى، يبدو من القاهرة إلى المنصورة، عندها شقة هناك تتعهدها كل فترة لتنظيفها وزوجها مريض فلا يسافر معها، فما حكم هذا السفر دون محرم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا بارك الله فيها، يمكنها أن تفعل هذا أولا بعد استئذان زوجها، ثانيا وهي طبعا في كامل حجابها ويعني حشمتها، ثالثا أن يكون خروجها إلى القاهرة أو عودتها من القاهرة إلى المنصورة في وضح النهار، ثالثا أن تكون معها وسيلة مواصلات عامة إن كان ليست معها سيارة خاصة، أن يكون في وسيلة سفر عامة كالميكروباص اللي هو يضم مثلا أفرادا كثيرين 10-15 راكب، أو البولمان اللي هي الباصات الكبيرة والحافلات، حتى تكون في وجود الناس، فهذه يسموها أهل العلم خلوة، في وجود الناس في النهار وفي وجود الناس عامة الناس رايحين جايين كما يقولون، فهذا نوع من الأمان لها. إنما السفر المحرم للمرأة أن تخرج فيه من غير محرم هو ما حدده أو قدره أو قيده النبي صلى الله عليه وسلم بمسيرة يوم بليلة. وأما السفر من القاهرة إلى المنصورة أو العكس فغالبا ما يستغرق قرابة الساعتين بالسيارة المعتدلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو معنا اتصالات يا شباب. حكم الاشتراك والجوائز في مسابقات المحلات التجارية، علما بأنه لم يوجد سحب بل كوبون لمن يأتي بعدد أكبر من الناس، ولو حرام ما الكفارة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هناك من أهل العلم من منعوا هذه الصورة باعتبارها أنها صورة تبخس حقوق التجار والمحلات الأخرى الذين لا يستطيعون مجابهة هذه المنافسة من المحلات الأكبر منهم أو الأقوى مركزا ماليا، وبالتالي قالوا هذا يوقع ضررا على بقية المحلات أو التجار أو الشركات الأخرى التي لا تستطيع المنافسة مثل هؤلاء المحلات الكبيرة، فمنعوها من هذا الجانب، وإلا فهي في ذاتها ليست حراما، يعني هي ليست من جنس الحرام لذاته، وإن كان ما سبق أن قاله أهل العلم أنها من باب الحرام لغيره الذي يؤدي إلى مفسدة توقع ضررا على الآخرين. والخلاصة أن ترك هذا أولى من الدخول فيه وأبرأ للذمة أمام الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا لو سمحت، أنا مقدمة على الشقة اللي هي بتاعت الإسكان ديت، وبنتحول لبنك، والبنك دوت بياخد مننا نسبة 7% فوايد، وبتبقى تراكمية يعني على المبلغ اللي باقي علينا من الشقة زيادة 7% تراكمية. عايز أعرف ده حلال ولا حرام؟ حاضر، جزاكم الله خير. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ أحمد؟ أهلا ومرحبا. ازي حضرتك، عامل ايه؟ نعم والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. والشيخ شعبان درويش عامل ايه؟ صحتك كويسه؟ الحمد لله. الحمد لله بخير. الحمد لله، ربنا يبارك في عمره كده يا رب، ما تعرفوا جميعا بالصحه والعافيه يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين.
ربنا يكرمك يا رب. بقول أكيد. لحضرتك استاذ احمد، انا اختي بتهدد ابنها كده، يعني تقول له ايه، والله ما انا هعمل لك كذا، والله انا هعمل لك كذا، بترجع تعمل يعني، بتقول لي اليمين ده مش عارفه، انا نيتي ان انا هبدده يعني، فمش عارفه يعني ما تقدرش تفهم ما هي 10 مساكين، فهل تصوم ولا لغو في الايمان ده يعني؟ ده سؤال. السؤال الثاني، يعني انا بقول مثلا صيغه الاستغفار كل يوم بثبت على الصيغه دي، خايفه ما اكونش مثلا في السنه وكده، يعني ان انا بقول طبعا صيغه الاستغفار اول حاجه، وبعدين بقول اللهم انا نعوذ بك من المشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كده يعني. وبقول بقى الايات اللي فيها ايه الاستغفار في القران، يعني ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا اغفر لنا والذين سبقونا، ربنا اغفر لنا كده الايات دي يعني. اه حضرتك، فانا خايفه يكون يعني دي سنه يعني كده ثابت عليها، بس استغفر بقى، استغفر بقى 100 مره وكده يعني كذا يعني مره. ماشي يا استاذ احمد، ربنا يكرمك يا رب، جزاك الله خير. السلام وإياك في امان الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. نغطي التلفزيون من فضلكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فضيله الشيخ. اهلا مرحبا، الله يرضى عنك ويحفظك. لو سمحت عندي سؤالين بس بعد اذنك. اتفضل. حضرتك سامعني؟ ايوه نعم اسمع. السؤال الاول، ايه المقصود بالساعه الاولى من صلاه الجمعه؟ هل هي في الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي؟ ما هي الساعه الاولى والساعه الثانيه والساعه الثالثه؟ ده سؤال. السؤال خلاص كده بعد اذنك؟ ايوه. السؤال نعم. الثاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. فهل القرآن كله شفاء أم آيات معينة من القرآن هي شفاء؟ وكذلك العسل، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس، هل الشفاء لكل الأمراض ولا برضو استثنى شفاء بحاجات معينة؟ حاضر. شكرا يا أستاذ، جزاكم الله خير. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا مرحبا، تفضل. اتفضلي يا فندم. عليكم السلام. الله يبارك في عمرك، هاتي السؤال، الله يبارك في عمرك. اتفضلي يا فندم. ايوه الحاج ام احمد. اتفضلي يا ام احمد، الله يرضى عنك. لو سمحت، اختي موظفه وبتطلع الشغل، بتتوضى الصبح وتطلع الشغل، يعني هي بتقابل يعني موظفين وكده، وهي على وضوها وبتصلي الظهر، وزمايلها برضو نفس الحال. سؤال، فهل ده يجوز من غير وضوء؟ انا دايما بعرضها يعني، اقول لها ما يجوز. يعني هي بتكون متوضئه والحمد لله لا ينتقد وضوءها. طيب في امان الله. السلام عليكم، معانا اتصال تاني. نعم شيخ كريم، اختنا امه الله ابنها ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه، وزوجته كمان ربنا يبارك فيها يا رب، ويعني كل يوم بيزورها ويقبل ايديه، يقبل يد امه والزوجه كذلك، لكنها تخشى عليه من رفقاء السوء والصحبة السيئة. تعمل معايا شيخنا كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لأختنا السائلة أنت والدته، وبالتالي أنت تخافين عليه، وخوفك علي يدفعك أن تفعلي معه أمرين. الأمر الأول أن تناصحيه دائما وأن تذكريه دائما وتوصي باجتناب صحبة السوء، وبأن تكون صحبته من الناس الطيبين الذين يعينوه على الصلاة وعلى يعني شغله وعمله، وعلى أن يتقي الله ويبر أمه ويحرص على زوجته وأولاده. نصحك وتوصيتك له دائما بأنه يبتعد عن صحبة السوء، لأن صحبة السوء تجر إلى المعاصي والسيئات والأثام والعياذ بالله. الأمر الثاني اللي حضرتك تفعليه وأنت أم له، إنك تكثري له الدعاء بالهداية والصلاح من ناحية، وبأن يبعد الله عز وجل فتنة أهل السوء عنه من ناحية أخرى. إذا فعلت هذين الأمرين إن شاء الله عز وجل لا يسوءك الله تبارك وتعالى فيه. واطمئني، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا كان هو
فعلا يبرك ويقدرك ويقبل يدك ويأتي لك بكل ما تريدين ويخدمك غاية الخدمة، فثق تماما أن هذا المعروف والبر الذي يفعله إن شاء الله عز وجل سيصرف الله تبارك وتعالى به عنه كثيرا من السوء. فإن النبي وعدنا بهذا عليه الصلاة والسلام حين قال صنائع المعروف ومنها البر بالأم طبعا تقي مصارع السوء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة تقول زوجي كثير الحلف بالطلاق، في مرة من المرات قال لا تحرمي علي مثل أمي، فماذا يفعل ولا يكفر؟ شيخ الكريم، فما حكم هذه العيشة معه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن مثل هذا الزوج مسكين بلغ به يعني جهله بأمور الدين، وبلغ به سرعة غضبه وانفعالاته التي لا ينضبط فيها عند حد من حدود الله عز وجل، إنه عمال يهذي بالحلف بالطلاق، علي الطلاق من يواكل، علي الطلاق من تدخل، علي الطلاق من تنيمة، علي الطلاق من تريحة، مش عارف عند أهلك، وهكذا، وهو لا يعلم خطورة ما يأتي من هذه الأيمانات. أولا هي أيمانات بغير الله، فكل يمين يحلفه هي كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثانيا هي مسألة متعلقة بالطلاق وعدمه. طيب كيف تكون العيشة والحياة بين هذا الزوج اللي هو على طول عمال على بطال يحلف بالطلاق، بل يتعدى الحلف بالطلاق إلى الحلف حتى يعني أيمانات أخطر من هذا، ألا وهو يمين الظهار، تحرمي علي زي أمي أختي. تقول مرة قال لي الكلام ده، طيب وفين حدود ربنا وفين الحلال والحرام؟ يعني هو الزوج ده مش عايش في الدنيا، مش عارف إن فيه حلال وحرام، مش عارف إن فيه طلاق لو تلفظ به مرتين ولا ثلاثة يبقى إحنا دخلنا كده في دائرة الخطر؟ يعني هو مش عارف الكلام ده؟ بالطبع هذا من باب العلم المعلوم من الدين بالضرورة. زميله عارف وصاحبه عارف، ويفتح التلفزيون يلاقي الكلام الشيخ بيقول الطلاق، ويسمع الراديو يلاقي الشيخ بيتكلم عن الطلاق وإلى آخره. فبالتالي لابد أن يكون لك كزوجة ولأوليائك ورجالتك موقف حاسم مع هذا الزوج، تعالى عشان بنتنا مش معاك هملا، احنا مش سايبين بنتنا معاك الا في الحلال، انما لو هتخرج عن الحد من الحلال الى الامور المشتبه فيها ولا الحرام لقدر الله بسبب الحلفانات والطلاقات والى اخره، فلابد ان يكون لك وللاهل من رجالتك موقف حاسم يقعد ويتحاسب معاهم حلف ايه امتى، وانت تبين لهم حلف ايه في الموقف الفلاني وقال ايه في الموقف العلاني، وناخد الحلفانات دي والايمانات دي وناخد نفس الزوج ده بإرادته ولا بضغط من أهله هو كمان إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء، ويسأل هناك الشيخ عن واحد واثنين وثلاثة والأيمانات التي حلفها كثيرا ويعني لم يكفر ولم يسأل فيها، ويسأل عن كله عشان نشوف حياتنا معاه، حياة في الحلال على كتاب الله وسنة رسوله، ولا إحنا دخلنا كده في دائرة الخطر. اللي يضبط هذه الأمور وقفة حاسمة منك ومن أهلك، ويأتوا بكبرائه وناسه كما يقولون، وجلسة عرفية ونعرف حلف ايه وما حلفش ايه، والايمانات اللي حلف فيها كلها على بعضها نسأل فيها اقرب مكتب لدار الافتاء، حتى تكوني انت على بينة ويطمئن اهلك انك مع هذا الزوج في الحلال وليس فيما يعني يتعدى فيه حدود الله تبارك وتعالى. لكن احنا ما نقدرش نقول اكتر من هذا الكلام العام، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. من اسئله صفحه القناه على الفيسبوك، تبلغ من العمر سبعين عاما، تصلي وتصوم وتحفظ القران الكريم، لكنها وتدرس العلوم الشرعيه ونعم الحمد لله رب العالمين، لكنها لا تستطيع ان تسامح من اساء اليها، ايا كان بقى زوجا، كان زوجا، كان ابنا، كان اي احد يعني، وتدعو عليهم كثيرا. نعم شيخي الكريم، وهل هكذا تكون بالغت في أخذ حقها أم يجوز لها الدعاء كلما تذكرت الأداء؟ نعم شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا يعني امرأة بهذه الأوصاف نعم المرأة هي، يعني لله الحمد مصلية وصائمة ومجتهدة في طلب العلم ومجتهدة في حفظ القرآن الكريم، لم يبقى إلا
ان احنا نتزين باخلاق الصلاة ونتزين باخلاق القرآن الكريم، لان القرآن اللي احنا بنتعلمه او بنحفظه او بنعلمه لغيرنا هو اللي الذي ارشدنا الله عز وجل فيه الى العفو، ان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ما هو ده اصل الجارة اللي هي غلطت فيا، طيب ما هو الجار مع الجار لهم فضل متبادل، ده الزوج ده من باب اولى فضل وفضل، طب الزوجة، طب الاقارب، ده عمتها، ده خالتها، ده سلفها، ده حماها، ده حماتها، كل دول بيننا وبينهم فضل ومعروف متبادل. لو كل واحد منا وقف للأطراف الأخرى دي على الوحدة كما يقولون، أنا مش هسامح ده ومش هسامح ده ومش هسامح ده، ليه؟ لأن كل بني آدم خطاء، ما هي العشرة بتأتي بأخطاء متبادلة، مني خطأ ومنهم خطأ، لكن لو أنا والآخرون لم نسامح بعضنا بعضا، طيب كيف نرجو المسامحة لأنفسنا من الله عز وجل؟ من يرحم يرحم ومن لا يرحم لا يرحم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أنا أذكر هذه الأم بارك الله فيها أنها تنسى هذه الإساءات أو تتشاغل وتتناسى عن هذه الإساءات، وتكسر من قولها بينها وبين الله عز وجل، سواء اللي غلط فيها زوج ولا قريب ولا غريب، من حسبي الله ونعم الوكيل. لأن حسبنا الله ونعم الوكيل مش دعاء على الآخر، إنما هي صدق لجئ واستعانة بالله تبارك وتعالى. وهي إذا فعلت هذا جملت دينها وصلاتها وقرآنها وحجابها بهذا الخلق الطيب المبارك، خلق العفو والمسامحة، وتكون هي إن شاء الله عز وجل وهي في هذه السن أقرب إلى عفو الله وإلى مسامحة الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أختنا تسأل عن البنك المذكور والشقق التي فيها مقدم معين ثم بعد ذلك فائدة مركبة متراكمة 7% كل عام، حكم التعامل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا خلاف بين أحد في الأمة على أن الفائدة على الدين المتبقي ربا صريح، هو الذي جاء القرآن الكريم بتحريمه، والإنسان لا يلجأ إلى هذا الباب، خاصة ما يعرف بالشقق السكنية، يعني باب السكن اللي سكن من الضرورات، فالإنسان لا يلجأ إلى هذا الباب مع علمه أنه باب ليس من باب الحرام البين إلا عند ضرورة الضرورات، حتى يكون معذورا عند الله تبارك وتعالى، حيث قال الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إنما نلجأ إلى هذا الباب من غير ضرورة ملحة نكون قد وقعنا في محظور بيننا وبين الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أختي تهدد ابنها، والله مش هعمل، أو بترجع تعمل وبعدين ترجع تقول أنا كنت بهدد، مش لا أقصد الحلف، هل عليها كفارة أم أن هذا لغو يمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وفي الغالب طبعا حسب ما اعتاده كثير من الناس ومن لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن في المقابل ما ننساش، مش عشان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أفضل طول النهار، والله هموتك، والله لنا ضرباك، والله ما انت واكل، والله ما انت خارج، والله ما انت مش، لا، ما في المقابل كما قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالوا واحفظوا أيمانكم، فحفظ اليمين خلق المسلم وتعظيم المسلم لجناب الله تبارك وتعالى. طب هنعمل ايه في اللي هي بتقوله ده؟ والله مش عارف ايه، والله ايه، نستغفر الله تبارك وتعالى عما مضى، ونعزم عزما أكيدا على ألا نجعل الله عرضة لأيماننا، إنما نحفظ أيماننا ولا نحلف إلا عند الأمور التي تستحق الحلف واليمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. الله يبارك فيك. أنا عندي 40 سنة ما شاء الله. الله يبارك فيك. وعندي الحمد لله 4 بنات ما شاء الله، وربنا رزقني في الآخر بولد مريض متأخر يعني عقلي، فوالدي والتي بيلوحوا علي ان انا اتجوز، ويقول لي عشان تلاقي ولد يعني ربنا يكرمك بولد يشيل اخوه وكده يعني، فانا محتار مش عارف اسمع كلامهم ولا اعمل ايه. حاضر. السلام عليكم. زعلانه من هنا يا استاذ احمد والله. اهلا ومرحبا، تفوديني في كده. الله يبارك لك. بارك، اتفضلي. شكرا. اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد، الله يكرمك. أهلا ومرحبا ويكرمك. أنا أحبك في الله أنت والشيخ شعبان. أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، جزاك الله خيرا. الله يكرمك. أستاذ حضرتك، ما أصح القولين في هذا القول: ولن يعود الدين إلا برجال مثل الصحابة رضي الله عنهم، أو ولن يعود الدين أو لن يقام الدين إلا أن يشاء الله برجال مثل الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني أرجح القولين وأصحهما: ولن يقام الدين إلا برجال مثل الصحابة رضي الله عنهم، ولا ولن يقام الدين إلا أن يشاء الله برجال مثل الصحابة رضي الله عنهم، وجزاك الله كل خير. رضي الله عنه. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ممكن. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا ومرحبا. اهلا بك يا فندم. لو سمحت حضرتك بس يا شيخ اسال سؤال. اتفضل. بالنسبه يا فندم، لو انا دلوقتي عندي مقبره تربه يعني، تمام؟ معايا يا فندم؟ معاك يا فندم. اه اتفضل. لو تربه، بس انا مش مشترك معانا عيلتي كلها يعني، بس انا لوحدي بس في بيتنا كده. المقبره ملكك وحدك ولا في شركاء؟ لا ملي وحدي بس، بين بيتنا يعني، انا ووالدي ووالدتي وزوجتي بس. حتى كده بس الاب وامه مع بعض في عين واحده، بس مش معايا غير هي عين، ينفع ولا ما ينفعش؟ الرجال والنساء معا؟ اه بس يعني هي عين واحده، بس انا مش قادر ان انا اجيب واحده كمان يعني. عين واحده، حاضر. وفي حكم كده يعني، في دليل كده ان هو اه او لا يعني؟ معلش انا اسف يعني بجد. انا شكرا جدا يا فندم. حاضر، في امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نوطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نوطي صوت التلفزيون. نعم، أهلا ومرحبا. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله الصحة والعافية. في صوت جاي من الكنترول يا أستاذ أيمن. صيغة الاستغفار، آيات الاستغفار والقرآن الكريم. الأخت تستغفر بآيات القرآن الكريم، يعني ما شاء الله، وتستغفر الله عز وجل ببعض الأدعية، فهل الصيغة المذكورة التي ذكرتها أو بعض آيات الاستغفار يعني صحيحة أم لا شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك صحيحة، لكن أنا أدلها على خير مما تفعل، ألا وهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه سيد الاستغفار. سيد الاستغفار يعني أفضل صيغة للاستغفار دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عابدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بقية ما تذكر من آيات فهذه أدعية في القرآن الكريم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن الهدي النبوي أن احنا نكثر من الدعاء، سواء بأدعيات القرآن خاصة أو بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه صيغة الاستغفار اللي دلتها عليها، ألا وهي سيد الاستغفار كما ذكرت، ده أفضل بكتير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة من يوم الجمعة، ما هي الساعة الأولى وما الثانية وما الثالثة شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، والله المسألة فيها خلاف واسع جدا بين أهل العلم، فالأقوال فيها متناثرة. فبعض أهل العلم يقولون الساعة الأولى من يوم الجمعة تبدأ من عقب غروب شمس الخميس، لأن دي ليلة الجمعة، يعني لما تغرب شمس يوم الخميس يبقى احنا كده دخلنا في ليلة الجمعة، احنا عدينا الليل سابق النهار. فقالوا أول ساعة من الجمعة، من أول ساعة الغروب بعد غروب شمس يوم الخميس بدأنا كده في أول ساعة، فالساعة اللي بعدها الثانية، فالثالثة، فالرابعة، فالخامسة. طيب ما هو الساعة كده ده كتير قوي، من الساعة مثلا 6 لحد تاني يوم الساعة 12 اللي هو وقت الظهر، وقت الجمعة. لا، ما هو الساعة مش 60 دقيقة، الساعة الواردة في حديث النبي مش معناها 60 دقيقة، لكن هناخد المسافة الزمنية دي كلها بيقسموها على 5 ساعات، تطلع الساعة مثلا دخلها في 3 ساعات وشوية. ده قول مثلا.
قول آخر عند أهل العلم يقولون أن ساعة الجمعة تبدأ من فجر يوم الجمعة، أول ما يؤذن للفجر الصادق اللي هو الأذان اللي بنصلي عليه، يبقى كده دي بدأت أول ساعة، واللي بعدها الثانية والثالثة والرابعة لحد ما نوصل إلى الساعة الخامسة عند الزوال، عند صعود الإمام إلى المنبر. وبعض أهل العلم يقولون الساعة تبدأ من شروق الشمس يوم الجمعة، مش من الفجر، لا من شروق الشمس. نبدأ من أول شروق الشمس، مثلا الشمس بتشرق الآن مثلا 6 إلا شوية، يبقى من شروق الشمس إلى وقت الاستواء، وقت الزوال، وقت أذان الجمعة وصعود الإمام، حوالي الفترة الزمنية دي تقسم على 5 ساعات، يعني على 5 فترات زمنية، زي ما ذكرت إن الساعة مش المقصود بها 60 دقيقة. دي أقوال، دي يعني إيه، دي بعض أقوال أهل العلم في مسألة الساعة بتاعة يوم الجمعة. طب إحنا ناخد بإيه؟ من أي هذه الأقوال ناخد؟ يمكن شايف أعدل هذه الأقوال اللي قال من الشروق فصاعدا، يعني من الشروق لحد إن شاء الله أذان الجمعة عند الزوال عند صعود الإمام، هذه هي الفترة الزمنية المظنونة، مش المتيقن منها، المظنونة أن تكون هي الساعات التي رغبنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ليه بقى بنقول من الشروق؟ عشان نصلي الفجر براحتنا، ونقول أذكار ما قبل الإشراق براحتنا، فإذا أشرقت الشمس خلاص كده النهار اتضح، نبدأ نحسب بقى ندخل في اللي بعده، مش هندخل في الجمعة وإحنا لسه ما صليناش الفجر، وهناخد بقول اللي من الأذان يعني. فبالتالي أنا شايف أن أعدل الأقوال وأوسطها أن نعتبر الساعات من الشروق حتى صعود الإمام المنبر، تقريبا من 6 إلى شوية إلى الساعة 12 وكم دقيقة، هذه الفترة التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام فيما نظن، وليس هذا على سبيل القطع واليقين، عشان الأقوال المتناثرة عند أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن شفاء للناس، هل كل القرآن آياته شفاء أم بعض آيات القرآن شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله من حمل من على التبعيض، وننزل من القرآن من على التبعيض، قال إنه بعض آيات القرآن شفاء للناس، وتخير منها الرقى اللي رقى بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أبناؤه كالحسن والحسين عليهما رضوان الله تبارك وتعالى، سواء كان بفاتحة الكتاب أو كان بالإخلاص والمعوذتين أو كان بالمعوذتين فقط، قالوا هذا من القرآن، يعني بعض آيات القرآن فيها شفاء للناس. حتى اشتهر عند بعض إخواننا اللي هم بيكتبوا في العلاج بالقرآن أو بيمارسوا العلاج بالقرآن، يقول لك آيات القرآن 6 ولا آيات القرآن 7، ويتخير كلمة الشفاء، الآيات التي ورد فيها لفظ الشفاء، يقول لك هي دي الآيات التي فيها الشفاء. طب الآيات اللي هي بتسميها أنت آيات الشفاء دي، ليه النبي ما رقاش بها عليه الصلاة والسلام؟ ليه ساب الآيات دي ورقى بالمعوذتين أو بالفاتحة مثلا، وأقر أبو سعيد في الحديث بتاع الفاتحة دي؟ إذن ده أظهر أقوال أهل العلم، أن من القرآن ما اتخذه النبي رقية للاستشفاء عليه صلوات الله وسلامه. وإن كان القول الآخر عند أهل العلم، قالوا لا يا جماعة، ما هو الشفاء ده مش معناه شفاء الأبدان بس، لا، شفاء الأبدان والنفوس والقلوب والأرواح، وبالتالي القرآن كله في هذه الحالة سيكون إيه؟ شفاء للنفوس والقلوب والأرواح والأبدان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أختها موظفة، أخت الأخت أم أحمد، ويبدو أنها تخرج ما شاء الله متوضئة، ولعلها تسأل عن مصافحة الزملاء الرجال، فهل هذا ينقض وضوءها لأنها تصلي بنفس الوضوء صلاة الظهر هناك؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا قبل أن نسأل هل مصافحة الأجنبي للمرأة الأجنبية عنه تنقض الوضوء، لا، احنا نسأل هل يجوز أصلا المصافحة بين أجنبي وأجنبية، يعني بين امرأة وبين رجل من زملائها أو جيرانها الذين ليسوا من محارمها، ليس أبا ولا زوجا ولا خالا ولا عما ولا مثلا، طبعا لا يجوز هذه المصافحة بين الرجال والنساء، لا يجوز، لأنه يكفينا حديث واحد من النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو قول أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط عليه الصلاة والسلام، ما حصلتش في تاريخه صلى الله عليه وسلم أن مست يده
يد امرأة لا تحل له أبدا عليه صلوات الله وسلامه. فالمصافحة في حد ذاتها بين الزميل والزميلة هذا من الممنوعات والمحرمات، لا يصح منها ولا منه. الأمر الثاني، طب وقعت المصافحة، هل هذه المصافحة تنقض؟ بعض أهل العلم قالوا مطلق المصافحة ينقض الوضوء، مطلق المس، مس يد الرجل الأجنبي للمرأة التي لا تحل له، مطلق هذا المس ينقض الوضوء. وبعضهم قيدها بالإحساس أو الشعور بشيء من اللذة أو الوجد أو غير ذلك، فبالتالي يقولون إن صافح بشهوة أو صافحت بشهوة فإن هذا ينقض الوضوء. وأظن ده مذهب الإمام مالك، قال إن عمد ووجد، عمد يعني صافح عمدا ووجد، وجد أثر لهذه المصافحة في نفسه من تحرك الغريزة أو وجدت في نفسها أيضا، فإن هذا في هذه الحالة ينقض الوضوء. وإحنا إيه اللي دخلنا في المسألة دي أصلا؟ ما نمنع من عند المسألة الأولانية اللي هو المصافحة بين الزميل والزميلة لا تجوز، ونخلي السلام فقط باللسان، السلام عليكم كما كان عادة الصحابة والصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل 40 عاما، ما شاء الله عنده 4 من الإناث، ورزق بمولود ذكر مريض شفاه الله عفاه. نعم. أهله أبوه وأمه يعني يريدان منه أن يتزوج بأخرى، فماذا يعمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ، نسأل الله عز وجل أن يشفي ولدك المريض شفاء يا ربي لا يغادر سقما، ومرضانا ومرضى المسلمين، وهذا ليس شيئا عزيزا على الله تبارك وتعالى أيا كان نوع المرض. لكن إن كان عند هذا الزوج بارك الله فيه القدرة على أن يفتح بيتين بلا ظلم ولا تقصير لأحدهما، وأن يكون عنده القدرة أيضا على العدل بين الزوجتين، لأنه يخشى في بعض الأحيان أن يميل للأولى على حساب الثانية. ما عندوش رغبة أصلا يتزوج، ما احنا بنقولها احنا بنقول إن كان عنده فيكون عنده قدرة أولا على فتح البيتين بلا تقصير في أحدهما، ويكون أيضا عنده القدرة على العدل بين الزوجتين، فلا يميل للأولى على حساب الثانية ولا يميل للثانية على حساب الأولى، وعنده الباء هو الحمد لله 40 عام يعني. ويضمن منين لو تزوج بأخرى أن يأتي بمولود ذكر؟ إحنا بنتكلم من حيث المبدأ، ما هو أنا لسه ما إيه التعقيبة بتاعت الولد دي قصة تانية. يعني هذا من حيث المبدأ، فلا بأس في هذه الحالة، لأن التعدد مباح سواء برغبة الأبوين أو إلحاحهما أو برغبته الذاتية، فإن هذا شيء مباح ولله الحمد، خاصة إذا كان يريد الولد. ودي بقى مسألة أخرى، إرادة الولد فطرة زرعها الله عز وجل في نفوس الذكر والأنثى على حد سواء. حتى الأنبياء كانوا ربي هب لي من الصالحين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن زي ما حضرتك ذكرت، من الذي يضمن أن تأتي الزوجة الجديدة بالولد؟ ما لأبي حمزة لا يأتينا؟ أبو حمزة ده كان مع زوجة واحدة وبعدين تزوج بأخرى عشان الولد، عشان البنين يعني الذكور يعني. فالأولى مسكينة يعني شايفاه رايح على البيت الثاني، لما جابت الولد رايح وجاي على البيت الثاني، وسايب البيت الأولاني اللي هي أم البنات مسكينة، مع أنه سيدنا عبد الله بن عباس يقول إن من يمن المرأة أن تبكر بالإناث قبل الذكور. فالمهم الست أم حمزة تقول ما لي أبي حمزة لا يأتينا، ويأتي البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، إن نحن إلا كالأرض لزارعين، ننبت ما قد وضعوا فينا. فالنطفة للذكر وللأنثى في صلب الرجل، وبعد ذلك المشيئة عند الله تبارك وتعالى، فهو الذي قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إن كان عندك الشروط اللي ذكرتها يا أخ أخونا فلان السائل بارك الله فيك، فلا بأس بهذا، على أن تنضبط بهذه الضوابط والشروط، مع علمك علم اليقين أن الولد والبنت دي هبة من الله عز وجل. ممكن زي جارنا الله يرحمه تزوج بزوجة أتت له بسبع بنات متتاليات، ثم ألح يوما أن أنصحه بزوجة أخرى وما نصحته، لكن راح تزوج، ثم حدث قدر الله عز وجل،
حملا في وقت متقارب، القديمة والجديدة كما يقولون، الأولى والثانية، والله الذي لا إله غيره. الأولى أم السبع بنات رزقت بتوأم من البنين، والجديدة التي تزوجها رغبة في الولد رزقت بتوأم من الإناث. فجاءني في صلاة الصبح يقول: شفت يا مولانا ربنا عمل في إيه؟ قلت له: خيرا ولله الحمد، وربنا لا يعمل فينا إلا الخير، كل وما بكم من نعمة فمن الله. قال لي: أم فلانة اللي هي الأولى رزقت بتوأم من الذكور، والجديدة رزقت بتوأم من الإناث. قلت له: هكذا قدر الله عز وجل، وإحنا وظيفتنا أن نقول لله الأمر من قبل ومن بعد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. أخونا يسأل، يبدو أن الجملة بدون مشيئة وجملة بمشيئة، لن يعود الدين إلا أن يشاء الله برجال أمثال الصحابة، ولن يعود الدين إلا برجال أمثال الصحابة، أيهما أصح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العبارتان صحيحتان، لكن لا شك أنه دائما في الأمور الغيبية المستقبلية نعلق الأمر على مشيئة الله تبارك وتعالى أفضل من الجزم به. تعليق الأمر على المشيئة في الأمور المستقبلية لسه تحدث، هذا أفضل من الأمر اللي يكون منا على سبيل الجزم. فلن يعود هذا الدين إلى سابق عهده إلا أن يشاء الله له برجال كأمثال الصحابة والتابعين مثلا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل عافية هذه الأمة في أولها. فقال الإمام مالك: ولن يعود لها يعني دينها إلا كما كانت على سابق عهدها. فالشاهد الأمور المستقبلية نعلق المشيئة، لكن مع ملاحظة ما ذكره شيخ الإسلام، إن لما نعلق المشيئة في الأمور المجزوم بها أصلا، يعني ليظهرن الله هذا الدين، ده وعد من النبي عليه الصلاة والسلام، فإحنا على يقين إنه هذا الدين سيظهر، لكن إمتى؟ ده في مشيئة الله، وعلى يد مين؟ ده في علم الله تبارك وتعالى. لكن يقول: تعليق المشيئة يكون تحقيقا لا تعليقا. تحقيقا يعني احنا على يقين انه ان شاء الله سيجعل الله لهذا الدين من يحمل همه ويقوم به ان شاء الله غدا او بعد غد. وتعليق المشيئة في هذا الباب افضل على ان تكون التعليق تحقيقا لا تعليقا، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت فعلا انتهى، ولكن المقبرة شيخي الكريم ليس عنده مال الا مقبرة بعين واحدة للرجال والنساء، فما الحكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ان كان الامر كذلك انه لا نملك الا مقبرة واحدة، ولا عندنا استطاعة ان نستحدث عينا اخرى لتكون عينا خاصة بالرجال وعينا خاصة بالنساء، ففي هذه الحالة يمكن ان نقسم العين الواحدة من داخلها إلى قسمين ولو حتى بستارة، فنجعل النساء في ناحية ونجعل الرجال في ناحية، وبينهما حاجز حتى ولو كان هذا الحاجز بستارة أيا كان نوعها، خشبية ولا حديدية ولا بالمباني، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو شخص مسافر والتموين بتاعه بيصرف، هل ياخدوه بعدين يدوه لحد مسكين؟ عشان لو هم حذفوه بعدين يجوا يرجعوه تاني للتموين والبطاقة يبقى صعب، يعملوا ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك انه التموين ده منحة من الدولة للمواطنين، يعني ده نوع من الدعم النقدي يصل عن طريق بطاقة التموين، فهو حقه، فهو ان صرفوه لانفسهم فلهم ذلك، وان صرفوه فهو ملك لهم لو تصدقوا به او اهدوه الى غيرهم فهذا لا بأس به، لهم هذا ولهم ذاك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، بارك الله وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر